خبرنا قصص عن نانسي وكيف طلعوا بهذا اللوك كله بهذا الفيديو. هولي شغلتين نانسي ما بتحبون وهولي شغلتين حطيناهم بالكيف. انهم هلا عم بعلمكم سر انتبهوا. وسلامات سلامات. جايز عن جد قديه طالع المكياج وشعرها لنانسي كلها على بعضها قديه طالعه حلوه بس المكياج قديه بيعقد عن جد. علمينا المكياج. هيدا موضوع فيديو اليوم بس الفرق انه مش انا حكون عم طبق المكياج، معنا هون بالاستوديو خبير التجميل فادي قطايا اللي طبق المكياج على وجه نانسي عجرم بفيديو كليب سلامات، حيكون عم يطبق المكياج على وجهي وانتو حتتعلموا خطوه بخطوه. سو هاي فادي. هاي ديما. احنا كثير مبسوطين ان انت معنا هون باستديو جمالك. يعني وانا مبسوط اكثر وانه انا معك. اليوم فادي حيكون عم بيعلمنا الستبس مثل ما قلت لكم لتطبيق مكياج نانسي بفيديو كليب سلامات سلامات، وحيخبرنا قصص عن نانسي وكيف طلعوا بهيدا اللوك كله بهيدا الفيديو. بس بشرط بدك تغني الغنيه هلا. نحن انا وياك بنغني. اول شيء الميك اب كثير هين وكثير بسيط. كل خبريه الميك اب هي اكثر بالجلو تبع وجهها لنانسي وبالايلاينر يلي حاطينه. عاده نانسي ما بتحب الايلاينر ابدا، وهون كان في نقاش اذا بنحط ايلاينر ولا ما بنحط ايلاينر وشو لون الايلاينر. لهيك رحنا شوي الايلاينر يكون اسود بس عنده هيدا الرفلي يلي بتجي شوي على بلو، والجلو يلي اشتغلنا عليه بال كليب مع نانسي ومع الحمرة الجلوسي. نانسي ما بتحب الحمرة الجلوسي، سو كل شيء ما بتحبه نانسي عملناه بهذا الكليب. كان كل شيء. سو ديما اول شغله حنعملها انه حنحط برايمر على العيون مشان الاي شادو يضاين اكثر واللون تبع الاي شادو يلقط اكثر. بس اللي ما بيضاين الاي شادو كثير وبحب يحط اي شادو من تحت، في قطع البرايمر على طرف العين من هون وبعدين بيرجع بحط الاي شادو، هيك بيضاين الاي شادو وقت اطول والبيجمنت تبع الاي شادو بتبين اقوى. اناسي عاده بتخليك تعمل بدك اياه بالميك اب او كثير بكي؟ لا يوجولي بتخلينا اعمل بدي اياه بالميك اب لانه صار لنا مش هقول لك قد ربع قرن يعني بنشتغل مع بعض. بس اكيد اوقات بيكون طالع بلا خفيف، اوقات بيكون طالع بلا اقوى، اوقات بيكون طالع بلا ستيل معين حسب شو لابس. يعني انا ما بكون معك الوقت بعرف شو بدها تلبس، وهي بتعطيني بريف عن اللبس وهيك ومنقرر اوقات بنفس الوقت، اوقات منقرر قبل بوقت. بس هيني كثير وايزي كثير واحسن حدا ممكن تتعاملوا معه هي نانسي عجرم. سو هلا عم مد الاي شادو البرونز مع الجفن. هذا المكياج صبايا كتير هين انكم تعملوه بحياتكم اليومية، مش بنهار، بالليل وبالسهرة. هل ناسي عن جد ما بتحب الجلوس؟ ابدا 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 ما بتحب الجلوس وابدا ما بتحب الايلاينر. هولي شغلتين ناسي ما بتحبهم وهولي شغلتين حطيناهم بالكليب. بس لانه ناسي اجمالا من الاشخاص المتجددين وعاده بالكليبات ما بتسال، يعني ما بتشارع لما يكون في دور عن جد هي بدها تمثله. بس في يقول انه هذا المكياج هلا هي كثير حبته وحنمشي بهذا الستيل. عن جد كثير حلو، يعني كثير اشخاص تفاجئوا من المكياج اللي عملته لانه مبين غير. هيدا اللون يلي فيه شوية جلتر على الجفن المتحرك. هذا المكياج بيزبط لكل اشكال العيون؟ هذا مكياج العيون في يقول ايه، لانه بالاخص يعني حتى لاشخاص لعيونهم مبطنين كمان في يزبط على العيون. بس بدك تشوفي قد ايه الايلاينر حيساعد انه يزبط معه للاشخاص اللي ما هم معودين يعملوا ايلاينر كمان. بالنسبه للاشخاص لعيونهم مبطنين. هلا انت عيونك مبطنين شوي بس نحن سحبناهم نكزة صغيرة حتى تفتح الطبطينة تبعهم ونقدر نحط الايلاينر بسهولة. سو لكل الصبايا اللي عندهم طبطينة عين بيقدروا يعملوا شغلة انهم هلا عم بعلمكم سر انتبهوا. هيدا السر حقه مصاري، فيهم يشدوا شعراتهم نكزة من هون بالعيون حتى يسحبوا العيون اكثر. هيدا هي اللي اسمها بوني تيل ليفت، بس فينا نعملها بالشعر. كمان بدي اعلمكم شغلة لكل الاشخاص يلي ما بيعرفوا يحطوا ميك اب، فيهم قبل ما يحطوا دغري الايلاينر ويبلشوا بالايلاينر
الايلاينر سواء كان ليكويد او جيل او الايلاينر القلم يمكن الصعب عليهم انه يستعملوه. سو لهيك فيهم يجيبوا قلم كحله عادي ويبلشوا يرسموا قبل بالقلم الكحل تنقدر نعطي الكات اي، بدنا نشتغلها من النص وبالرايح. اوكي سو بنفتح العين ديما، اوكي بنشوف النزله تبع العين وين غمضه، اوكي وبنطلع بالاسود من هون. اوكي مثل ما قلت لكم لبعض الاشخاص فينا نشتغل كمان زاويه العين من جوا طلع لهون ديما بهيدي الطريقه بدون ما تبين، بس بتكون من جوا حاطين البلاك وبقلب العين كمان من جوا وبيوصل على الزاويه لهون. هيك ساعتها بنحس انه الايلاينر كانه واصل على كل العين بس بطريقه منا شايفينه. هلا صبايا اذا بدنا نحكي كازرق كايلاينر اكيد فيكم تحطوا الايلاينر دغري الليكويد الازرق وبيكون في بقلبه جلتر. هلا اذا ما كان عندكم اوكي واضطريتوا مثل ما نحن اضطرينا قبل ومضطرين هلا، اوكي اللي بعمله رح احط جيل لاينر. هيدا الجيل بيلزق عليه الاي شادو يلي بدي احطه يلي هو لونه ازرق وفي بقلبه جلتر. هيدا اللون اسمه فوكس وهو في بقلبه جلتر. طيعت هيدا الافيه بنحطه دغري فوق الجيل لاينر. طب نحن حكينا عن اللوك بس ما حكينا عن الغنيه، حبيتوها؟ كتير حبيتها. فصبايا حطونا بخانة التعليقات إذا أنتوا حبيتوا الأغنية تبع ناسي عجرم أغنية سلامات. وسلامات سلامات. بقى يا صبايا تنرجع على الميك أب، بعد ما تخلصوا العيون بترجعوا بتنظفوا الوجه لأنه بيكون يمكن هرهر شوية أي شادو، هيدي مشكلة أغلب الصبايا. سو مشان هيك اخترعنا لكم هيدي الطريقة أنكم تعملوا العيون قبل ترجع تحطوا الفاونديشن. ديما عندها شوية مقسمات مفتحة صحيح، لهيك رح استعمل لها برايمر خصوصي للمقسمات. سو إذا بتلاحظوا هيدي كيف صارت وهون كيف بعض المقسمات مبينين. ديما هلا انت لون وجهك افتح من لون جسمك صح. وبرافو لانك بتحطي اكرام. بدنا نقول لكل الصبايا انه ينتبهوا كثير على وجههم ويحطوا كل الوقت اكرام سان سكرين جايز مثل ما دائما بقول لكم. لهيك حغمق لها شوي وجهها ولانه اللوك اصلا شوي اغمق من ما عاده نانسي بتكون يعني لاول مره يعني بتكون برونزي. بعد ما حطينا الفاونديشن على كل الوجه حطينا الكونسيلر بنص الوجه حتى نضوي الوجه بالمنطقه النصانيه ونعطيه الجلو ونعطيه الاكلال الحلو. انا بنصح كل الصبايا انه ما يحطوا الكونسيلر مثل ما بنشوف على السوشيال ميديا انه بنشوف انه بحط الكونسيلر تحت عينه كله لا، فيهم يحطوا بس بالنص ويمدوه لبرا وبعدين يمدوه لتحت اذا بدهم. هلا شو الترندز بالميك اب اكثر شيء شو الدارج؟ فينا نقول دارج جليتر كثير، دارج الالوان القويه، دارج الالوان الفاقعه على الشفاف. فينا نقول يعني موضه التسعينات رجعت بقوه. اوكي هلا عم نستعمل ليكويد هايلايتر، رح نبلش على طرف الخدود من فوق دقن. بس بأزمة الشوب يا ديما اللي نحن عايشين فيها صحيح لازم نثبت الليكويد بالباودر. لهيك بعد ما احط الليكويد برجع بحط فوقه باودر تحت ثبته. هلا عم بحط الباودر البرونز البرونزر يعني عم بحطه على كرسة الخد من تحت. بليز بليز اتركوا حواجبكم ناتشورال وهيدا الفراغ يلي بيكون موجود بالاول لازم يكون موجود، ما لازم تعبوه لا بالقلم ولا بالتاتو. اوكي انا لهيدا اللوك ما حطينا لاشز، حطينا هاف لاشز. اوكي هيدا اللاشز يلي بنحطها بس على طرف العين حتى تمدها للعين. رح نحط شوية بلاش على طرف الخد من هون. اوكي نحن نقينا لون بيتش ككونتور وهلا بقية الشيف رح نحط جلوس. ونحن خلصنا اللوك
وديما طلعت قمر بهيدا اللوك. ديما بعد ما شفت حالها سنترونا تتغير تيابها ديما وتيجي تشوف حالها وتصرخ وتقول واو. بس قبل ما اتطلع انا عارف الميك اب حيكون بعقد. ثانك يو سو ماتش فادي عن جد انه ما متخيل قد حيكون واو. فين نعمل سنيك بيك هلا؟ شو تسمحوا لها؟ فينا؟ قبل ما اتحمس. واو عن جد واو. خلص كل مره بالحلقه بجي انا بعمل لك ميك اب. بليز ما عندك كثير انبسطنا فيك. ثانك يو ديما وانا كمان انبسطت. وتبقى تعال مره ثانيه. خلص مرت الجايه بجي. اوكي. وهيدا كان اللوك تبع اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. وصراحه انا حسيت انه كتير قريب للميك اب تبع نانسي عجرم، لانه بتعرفوا كل ميك اب بيختلف من وجه لوجه. انتو شو رايكم؟ حطوا لي بخانه التعليقات، وكمان بدي اشوف اذا حبيتوا انتو فكره انه عم نعمل ريكرييشن للميك اب تبع المشاهير. اذا حبيتوا بتحطوا لي بخانه التعليقات وبتحطوا لي مين كمان على بالكم نعمل نكست تايم. اكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه جمال وكيو وتضغطوا زر الجرس لتكونوا اول مين عم يحضر هالفيديوز كلهم، واكيد متابعه على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز وتنزلوا تطبيق جمال وكيو. وانا بشوفكم بغير فيديوز، بس قبل حطوا لي هالموسيقى. سلامات.